عينها خضرة شعرها اصفر وبيضه وطويله عليها علشان تعزمها وتقطع في لحمه وتقول انا ما لحقتش. اتجوز 4 مرات بعد 8 ايام من الجواز عشان دي طلبات الاسياد. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعة مع احلام، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطائنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي؟ جريمه تعتبر جريمه قتل، بس للاسف كان فيها تعذيب وتشفي عشان دي طلبات الاسياد. الاسياد عايزه كده، الاسياد عايزه بنت بيضه شعرها اصفر عينيها ملونه طويله علشان نقدر نفتح الكنز ونطلع من المقبره الاثار اللي ممكن تقلب حياتنا من الفقر المدقع للغناء الفاحش. ايه اللي حصل في قصتنا النهاردة؟ الجريمة اللي نحكي عنها اللي حصلت في دمنهور. اللي حصل ان راوية بنت جميلة كل مشكلتها انها تنطبق عليها مواصفات اللي طالبها الاسياد. ايه هي المواصفات اللي طالبها الاسياد بقى؟ زوجها اسمه ابراهيم محمد من دمنهور، عنده حتة ارض في حد قال له ان فيها اثار، والاثار دي لازم عشان نطلعها لازم نشيخ، وبالفعل في شيخ مشهور من احدى الدول العربية المعروف عنها مثل هذه المواضيع اسمه عدي، فاستخدموه على حسابهم وجه وفعلا قال لهم ايوه الحتة الارض دي فعلا فيها اثار وفيها مقبرة وانا شايف كل اللي فيها، بس عشان تتفتح لازم دم، والشروط اللي طالبينها الحراس اللي على المقبرة تكون بنت بك عذراء شقراء بيضاء ممشوخة القوام وكأنه بيدوروا على عروسة كاملة من مجاميهم. فابراهيم قال له تبدا انا ما يعني اجيبها منين؟ قال له اتصرف، هي دي الشروط لو انت عايز تطلع الاثار. ابتدى يدور شمال يمين شمال يمين لغاية قالوا له ان في بنت اسمها راوية مختار عندها 28 سنة هي الوحيدة اللي بدمنهور اللي احنا نعرفها تنطبق عليها الشروط دي، طويلة وعريضة وبيضة وحلوة وعينها خضراء. بالفعل راح يتقدم لها لكن فوجئ ان شعرها اسود والمطلوب ان شعرها اصفر، فاشترط عليها ان هي تصبغ شعرها باللون الاصفر، وفعلا العروسة استجابت وصبغوا ليها الشعر وفعلا اتجوزت. وهي بتطلع لاحظت ان مفيش حد من اهله مستنيني، كل اهلي هم اللي وصلوني واهله، قلت مش اشكال يمكن في مشاكل بينه وبين اهله ولا حاجة. المهم تم الجواز، قالت في الصباحية لقيت ان هو جايب لي مية بشربها، اول ما بشربها ما بحسش بنفسي خالص لدرجة ان انا درت المية لازم جوزي يسندني ويدخلني الحمام. فبقول لامي انا مش قادر امشي وبتاع، قالت لها يا بنت انت عروسة وده يمكن اللي بيحصل من الزفاف وانت استحملي شوية. قالت كل يوم اقوم القى نفسي جسمي متعور ومتجرح جامد وبنزف، وفي نفس الوقت انا مش قادر اقوم على حيلي ومش قادر اقاوم التعذيب اللي بيحصل لي، لدرجة ان امي وابويا لما جولي قالوا لا ايه اللي بيحصل لبنتنا ده، فجوزي قال انا معرفش ايه اللي بيجري لها، فوديني عند واحدة شيخة جرت عليا وقالت ده انت متعمل لك سحر اسود واللي عملوه لجوزك، واصممت ان انا اخرج من البيت واروح عند بيت اهلي. وبالفعل خرجت ورحت عند بيت اهلي، لكن جوزي جه وصمم وقال دي تخاريف، مين اللي هيعمل فيه واحده يعمل لمراه الكلام ده؟ امتى؟ بعد 8 ايام من الجواز. انا بتكلم على عروسه متجوزه بقى لها 8 ايام بس، 8 ايام جواز. بالفعل الزوج قال انا كده مش غلطان يا جماعه، انا ما غلطتش في مراتي، ده هي اللي معمول لها سحر، انا هاخدها وعليكه وما لكمش دعوه بيها. وفعلا صمم ان ياخد مراته ويرجع بها البيت. وهو راجع بها البيت بتقول له استوقفتني ست بتقول لي انت رايحه فين وجايه منين، فقلت لها مع جوزي، قالت لي جوزي فين؟ قالت لها ده جوزي بيشتري حاجه، قالت لها خلي بالك ده بيتخانق هناك. بتقول مره واحده لقيت راحت رش عليا ماده كده في وشي، ما دريتش بنفسي غير ولقوني خطفني وموديين المقبره اللي حته الارض اللي بيقولوا ان في، ان عرفت بعد كده فيها اثار، ولك لبسوني عبايه صفرة وزينوني وحطوا لي اخضر واحمر وسرحوا شعري وكاني عروسه، كل ده متخدره ومش حاسه، ولقيت ان في واحده قاعده تقطع في جسمي بالسكينه بتقطع وتذبح، وبتقول لجوزي انا كل ده حاسه بيه مش قادره اتكلم، بتقول له خلاص انا ضربتها وجرحتها وهديت حيلها، اقدر بقى خلي الشيخ عدي بقى يقرا ويعزم عشان نبتدي نحفر عشان نطلع الاثار.
بعدها بشويه جوزي اتصل باهلي وقال لهم بنتكم هربت من البيت وما عرفلهاش مكان، وراح عمل محضر عشان يبعد الشبهه عنه بشويه. وجه تليفون لاختي في البيت قال لها اختك مقتوله ومذبوحه ومرميه على الطريق. جري ابويا وامي واخواتي لقوني فعلا مرميه بعد ما قطعوا من جسمي وقطعوا من لحمي عشان يفتحوا المقبره. رموني على الطريق، كان يحسبوني مت، لكن ربنا كان كاتب لي عمر جديد. رحت فعلا المستشفى واثبتوا ان انا كنت تحت التخدير، وفعلا اعترفت على جوزي وقلت هو بيدور على اثار، ودي كان الشروط الجن، والجن هو اللي طلب واحده تكون شقراء عينها ملونه بيضاء عريضه طويله، وانا كان كل المواصفات لدرجه ان شعري كان اسود خلاه صبغه اصفر عشان طلبات المشايخ، وفي الاخر خدوني. التحريات اثبتت ان الزوج عمل كده مع رابع وزوجه، يعني عمل اتجوز 4 مرات، وكل مره يختار واحده حسب مواصفات الجن اللي كان بيطلبها، وبعد كده يضربها ويعذبها عشان الاثار، وفي الاخر لا بتموت لا بكلام له عمر جديد زي ما حصل مع راويه مختار اللي عندها 28 سنه. تم القبض على الزوج، تم القبض على الشيخ عدي، تم القبض ايضا على حماتها وحماها لانه كانوا مشتركين في الجريمه دي، بما فيهم سيده اللي كانت بتضربها وتقطع في جسمتها في جسمها، دي كانت عشيقه الزوج ابراهيم. يعني تخيلوا عروسه بقالها 8 ايام لسه في ناس معتقده لغايه دلوقتي ان الاثار ما بتتفتحش غير بطلبات الجن. ايوه في اثار صحيح، ما نقدرش ننكر، مصر بتعوم على اثار، ما نقدرش ننكر الكلام ده، وياما في بيوت طلعوا منها اثار، لكن حته ان لازمه الجن دم وعيل يتذبح او ست يتم اغتصابها حسب طلبات الجن، او واحده تكون شعرها اصفر وعينيها خضراء وبيضاء وطويله وعريضه، هو احنا بنطلب للجن عروسه يعاشرها؟ وايه الحكمه نقعد نغطى في جسمها وهي عايشه بس ما تبقى حاسه بكل الالم وما تقدرش تصرخ؟ ايه طلبات الجن ده؟ الجن ده عنده انفصام في الشخصيه ويحب يتلذذ بتعذيب الاخرين، جن مريض محتاج طبيب نفسي جني يعالجه. يا جماعه احنا هنفضل لغايه بنتكلم في محافظه ايه؟ ده احنا في دمنهور، يعني مش هنقول من الصعيد اللي جوه، الصعيد الجواني دلوقتي بقى كله متعلم ومثقف. جم دلوقتي بقينا بنعاني من مظاهر سيئه جدا وفي وجه بحر دمنهور. والبنت كانت هتموت، حالتها دلوقتي لما تشوف صورها يمكن لها صوره وهي فستان الفرح هتشوفوها، لان متجوز بقى 8 ايام. وفي الاخر جوزها بعد ده كله مش عايز يطلقها، ورفعت عليها قضيه خلع وبيقول لها لازم تتنزع عن كل حاجه وان حته تتجوز، وانت كنت متجوزها علشان تعذبها وتقطع في لحمه وتقول انا ما لحقت. طبعا يعني موضوع غريب جدا ان زوج يعذب في زوجته بعد 8 ايام من الجواز ويسقيها مواد مخدره عشان يقعد الجن، يعني ايه طلبات الجن لازم تتعذب ويتقطع من جسمها باللحم؟ ايه هي ذبيحه هنقطع فيها؟ هي وصلت البشاعه ان الواحد يتجوز بنت الناس عشان طلبات الجن؟ هي بنات الناس لعبه ونخدرها ونقطع فيها وهي لسه عروسه؟ طب اتفتحت المقبره، الاتحاد قالت ان دي رابع زيجه ليك، يعني متجوزت 4 مرات عشان الاثار، طلعت اثار الشيخ عدي، طلع الاثار اللي انت جايبه من دوله تانية. وبعدين اشمعنى يعني خضرة وشعرها عينها خضرة وشعرها اصفر وبيضة وطويلة وعريضة؟ هي كل منهم ما في، هي الموضوع ده حصل في مركز رشيد محافظة البحيرة، لكن الدمنهور دي هي بلد الزوج ابراهيم. الفكرة كلها ان الزوجة ما قالتش ان في اي مواقع جنسية حصلت او ان فيه اغتصاب تام، رغم ان المواصفات دي اول ما قال لك طويلة وبيضة وعريضة وشعرها اصفر وعينها خضرة وانت يغتصبوها، الجن عايز يغتصب واحد او الشيخ بيضحك عليهم عشان يغتصبها، لكن الزوجة لم تقر بهذا الكلام، قالت ان كل اللي حصل ان هم كانوا بيخدروني ويضربوني ويقطعوا من جسمي بالسكينة، لدرجة انها سمعت عشية جوزها ابراهيم بتقول له خلاص يا ابراهيم انا ضربتها وقطعتها والدم نزل منها كتير، مش كفاية بقى قول للشيخ عدي هخلص بقى ولا هنذبحها تاني ولا نعمل ايه؟ يعني الموضوع تعدى قدرة البشر. يوم لسه هنشوف، والبحث عن الاثار والهروب من الفقر تحت اي مخاطره ممكن تحصل، لان قضيه الاثار دي قضيه امن وطن، يعني قضيه بشعه جدا واحكامها رضيعه جدا. ليه بنعمل كده؟ ليه بنعمل كده؟ ليه بنخلي نفسنا عرضه للمساءله القانونيه في موضوع احنا مش ضامنينه؟ الاثار دي موضوع مش مضمون، وفي نفس الوقت لو طلعت الاثار تسوى ايه ملايين الدنيا جنب جثه زوجتك اللي متجوزها عروسه بقالها 8 ايام؟
ولو اتحبست هتسوي ايه ملايين الدنيا وانت في السجن في جريمة قتل الزوج اقرب واحدة ليك. الاغراء المالي للدرجة دي؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.